بمجرد ظهور النتائج هيتم اعلان هذه النتائج لكل الناس. لكن عشان كده بكرر تاني بقول لو سمحتم بلاش ان احنا يعني نسبق الاحداث ونقول فرضية بعينها خلال المرحلة دي. انا بطلب كمان من الجهات الحكومية والجهات المعنية في الدولة بان تبقى في ضمان لتدفق المعلومات عشان دايما لوسائل الاعلام عشان يبقى اول باول ان احنا بنطلعهم على اخر المستجدات اللي احنا توصلنا اليها. الحقيقة برضو لازم ان انا في هذه اللحظة ان انا اتقدم بكل الشكر والتقدير لكل الدول وكل الرؤساء والملوك اللي تم